أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل البغازي. مساك الله بالخير. نور يا فهد، حياك الله وساعة المباركة، وأنا سعيد تواجدي معك خلال هذا البرنامج. واليوم راح نتكلم عن عدد مميز من إعداد مجلة الرياضي المشهورة، مجلة العريقة، اللي طبعا ترأس تحريرها العم عثمان راشد الله يرحمه، وكان صاحب الامتياز هداية سلطان السالم أصحاب الامتياز مع العم عثمان راشد، كان مدير التحرير إبراهيم الحجي. هذا العدد الخميس 20 ديسمبر 1973، اختيار لاعبي الفريق الأهلي سعد الحوطي لجوب الملاعب. عندنا صورة الغلاف، صورة جميلة. أي سنة هذه قلت أبو غازي؟ 73. من تتوقع صورة الغلاف؟ 73؟ إيه. صورة الغلاف أي نادي؟ عربي. العربي؟ إيه، محترف العربي. طه بصري؟ إيه. صورة جميلة الكابتن طه بصري، أو يسمونه المصريين طه بصري، نجم مميز، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري، وأيضا محترف ومن أفضل المحترفين اللي مروا في تاريخ النادي العربي. يعني صورة جميلة ونادرة بعد. طبعا طه بصري لاعب نادي العربي الذي أمتع الجماهير بفنه وخطف الفوز لفريقه في أكثر من مباراة، يمتاز بالمجهود الوافر والمهارات الفردية الممتازة التي تؤهله اللعب في أكثر من مركز بنفس الجودة والأداء، يكون مع علي الملة ثنائي إلى خطورة على أي دفاع. صحيح، كان نجم مميز. نروح إلى طبعا أسماء اختيار فريق الأهلي، منتخب الأهلي. أي، هذه طبعا أسماء اللاعبين اللي اختاروهم، نقراهم فهد. نقراهم. نعم. أي سنة قلنا؟ هذه 73. 73. 73 أي 73. طبعا يقول لك علمة الرياضي من مصادر موثوق بأنه قد تم اختيار لاعبي الفريق الأهلي استعدادا لدورة خليج، يتوقع أن يكون قد طبعا من الكويت. أول شيء هذه دورة خليج 74 ها؟ أحمد طرابوسي، إبراهيم دريهم، سعد الحوطي، عيسى الجساس، محمد شعيب. صحيح، من الكويت. عربي، عربي أربع لاعبين، مرزوق سعيد، جواد عاشور، صالح عبد الله، علي الملة. قادسية سبع لاعبين، فاروق إبراهيم، حمد محمد، سعود محمد، فهد العيسى، عبد الله العيسى، جاسم يعقوب، عبد الحميد الشطي. سالمية أربع لاعبين، صالح عصفور، محمد عبد الحميد، علي الرفاعي، حسين الجاسر. النصر لاعب واحد علي الشمري، تضامن لاعبين فتحي كميل، محمد عبد الله، تقول محمد عبد الله حارس مرمى. حارس المرمى بربيع. ايه بربيع. ايه الفحيحيل خالد ادريس، اليرموك سهيل صالح، كاظمه حسين محمد. هذه طبعا وبالفعل هذيل هم اللي مثلونا في دوره الخليج. روح حق سعد الحوطي. الله ابو محمد، انا من معجبين جدا في الكابتن سعد الحوطي من صغري، مع اني انا اشجع نادي العربي، لكن سعد الحوطي كان نجم مميز. طبعا سعد محمد عبد العزيز الحوطي 19 سنه، طالب ثمانية كيفون، يعني يتوقع ان تقام مباراه فاصله بين ناديه ونادي العربي. طبعا تكلم عن مباراته مع السالميه، كذلك يعني تكلم يعني عن مستوى نادي الكويت، قال يعني فريقنا ادى جميع مباريات مستوى فوق المتوسط ما عدا مباراتنا مع كاظم الفحيحيل في الدور الثاني. طبعا تكلم كذلك عن الفريق اللي لفت نظره يعني في هالموسم 73، قال الفريق الفحيحيل من لاعبين احمد طرابلسي، طبعا رشح لنا الفريق الذي مثلنا بدوره كاس الخليج، حط اللاعبين ايش من حط؟ احمد طرابلسي، صحيح، عيسى الجساس، صح، ابراهيم دريهم، فهد عيسى، سلطان يعقوب، فاروق ابراهيم، صالح العصفور، حسين محمد، سعود محمد، محمد شعيب، علي الملا، جاسم يعقوب، وحمد محمد. ما حطيت مرزوق. اي قال اين سعد الحوطي؟ قال اترك ذلك المدرب الفريق، يعني قال من توقع يصل نهائي السعوديه والكويت؟ وبالفعل وصل السعوديه والكويت. اي نعم. ولمن تتوقع الفوز؟ قال الكويت باذن الله. بالفعل الحمد لله فاز الكويت. صديقك الوحيد عيسى الجساس. الله رحمة الله عليه. اي نعم. يقول يعني يتكلم عن امور كثيرة شخصية، يعني يتكلم عن كذلك هواياته، يعني كتابه المفضلين احسان عبد القدوس، من الشعراء اللي يحبهم الاخطر الصغير، وملحنين الصنباطي، رومانسي ابو محمد، ومطربين عوض دوخي، ومطربات سيدة ام كلثوم. بس خلاص. نعم. يعني يقول اذا بتعرف الواحد شوفه شنو يسمع، وهو ما شاء الله يسمع اساطير. بس ايش رايك عطره المفضل شنو؟ رامس. اوه اي خلينا بس اكله مفضله شنو اكله؟ مشبوس لحم. ايش رايك نطلع فاصل ان شاء الله ونتابع بعدين ابو محمد سعد الحوطي؟ اعزائي المشاهدين لا توعدون، خلوكم معانا فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل لتكملة بقية حلقتنا، وكنا مع مجلة الرياضي 73 صورة الغلاف للنجم طه بصري، النجم مميز، ولقاء داخل المجلة كان ممتع مع النجم سعد الحوطي نجم النجوم والكابتن المونديالي للمنتخب الكويتي، وكان لقاء مميز مع أبو محمد. في نجوم الغد باشكيل، هذا يمتاز يعني أفضل أبرز لاعبي الفرق اليمنية بالكويت، عمود فقري للفريق، هذا اسمه باشكيل، إنه عبد الهادي باشكيل، هجوم الأيمن الذي يعمل له ألف حساب. باشكيل وليش ما اعترف؟ اسم فريقه بالكويت أهل الفيل. إيه وعندك هم كذلك فيصل الدخيل الموهبة التائهة، شوف صورة هذه باشكيل حدر وصورة فيصل الدخيل. صورة جميلة للكابتن الملك ملك الكرة الكويتية الكابتن فيصل الدخيل، صاحب أول هدف في كأس العالم وصاحب أول هدف في الأولمبياد في تاريخ الأولمبياد للكويت، وأيضا صاحب اللاعب أول لاعب خليجي يمثلنا في 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 منتخب العالم. مجيد العسكري ذكريات رياضي سابق، هنشوف طبعا بشكل سريع. إعداد محمد سعيد، مجيد عبد المجيد علي راشد العسكري، شهرة مجيد موظف في وزارة الشؤون، يقول كان يمارس كرة قدم في الفريج، طبعا في عام 55 56 مارس كرة القدم مدرسة عمر بن الخطاب المتوسطة، ثم طبعا المرحلة الثانوية عام 58 59 ثم لعب بالدرجة الثانية بنادي النهضة لو كاظمة وعام طبعا بنفس النادي بالدرجة الأولى، وبعد إغلاق الأندية لعب لفريق الثانوية وكان من ضمن الأندية المضمة للاتحاد. طبعا بعد إكمال الثانوي في فترة تدريبية لإنجلترا لعب مع الكلية اللي كنت أدرس فيها وهي تكنيكال كولج لمدة 3 شهور، وكان معي أنا ذاك سيد مشاري العنجري. يقول بعد عودتي طبعا حالة ظروف عملي ومسؤوليات العائلية ممارسة لعبة فقررت الاعتزال. يقول كنت ألعب في مركز ظهير الأيسر، زملائه طبعا كانوا في الوسطى جاسم محري ناصر الفرحان محمد حجي، في مرحلة الثانوية خالد الحربان وسليمان دهيم محمد إبراهيم العيسى المرحوم بدر علي الشطي وعبد الكريم عبد الرضا ويوسف شاب عبد الكريم جمال وعبد الله محمد وفيصل مطر وعلي الحمدان وعبد الرضا العلي. طبعا نقول المباراة اللي برزت فيها في لقاء الدوري العام ضد نادي العروبة عام 59 60، لعبت مباراة كبيرة وكنت يعني بارز في هذه المباراة وانقذت هدفين، الاول عندما خرج الحارس من مرماه بسرعة اخذت محله في هذه اللحظة يعني وانقذ الكرة انتهت المباراة صالح العروبة 3-1. زملاء النادي يعني يذكرونهم خالد الصانع رئيس اتحاد الكره الطائره حاليا، واحد مؤسسين نادي النهضه، عبد الله الشيخ نادي كاظم، عبد الله الشيخ ويعقوب مطوع طبعا وهو مشهور باسم ابو قريمز، وعبد العزيز المشاري والمضاف وعلي الحمدان حجي فرج. يعني هذه صوره مع طبعا جلوسه من اليمين مجيد وصلنا التجوري، خليها صور. يلا شنو الصور اللي عندك؟ اول شيء طبعا اول شيء صوره مع نادي النهضه، مجيد محمد العيسى ادريس عبد الله الحمد فيصل مطر علي الحمدان مرحوم بدر شطي يوسف شهاب عبد الكريم جمال وعبد الكريم عبد الرضا، وصوره تجمع عبد الكريم عبد الرضا مصطفى ابو المجد مجيد محمد العيسى المرحوم بدر شطي وفيصل مطر، صورتين طبعا جميلتين، صورتين من اجمل الصور، صور نادره نادي النهضه أي. صور نادره في تلك الفتره. نعم. وصلنا تجوري بغازي، هاي تجوري، هذه تجوري نهاية، هاي تجوري. تبي وش رايك نحط صورة طه بصري اللي بالغلاف؟ عجبتني صراحة. يلا هذه رد مرة ثانية عليها. ايه رد عليها. يلا. طبعا هذه انا اخترتها انا شخصيا اول مرة اطلب بغازي، اخترت الصورة هذه تكون صورة التجوري الكابتن الخلوق جدا رحمة الله عليه الكابتن طه بصري. يعني توفى فهد الواحد، توفى يمكن قبل 3 سنوات تقريبا او 4 سنوات. صديق فهد طه بصري وحسن شحاته هم اللي خلوا اغلب الكويتيين زملكاويين. اي والله، والناس قاموا يحبون الزمالك والسبة النجمين وسمير محمد علي ايضا حارس مرمى النادي العربي. اعزائي المشاهدين، مع الصوره الجميله للكابتن الانيق رحمه الله عليه طه بصري نصل لنهايه حلقتنا، تقبلوا تحياتي وتحيات اخوكم فهد العبد الجليل، الى نلقاكم ان شاء الله في حلقات قادمه ومع السلامه.